القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. أربع ساعات قضاها مالك التميمي في الجراحة لاستخراج شظايا الرصاصة التي اخترقت بطنه. الرصاصة كانت من النوع الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال خلال قمع المظاهرات الأسبوعية التي خرجت أمس الجمعة في النبي صالح. الحكوا لها ثلاث جنود وصاروا يطلقوا علينا برصاص حي بشكل مباشر، فأنا تخبيت وراء الشجرة، فأنا وراء الشجرة عين علي وصابني وأنا وراء الشجرة وظلوا مهودي. وفقا لوالد الشاب مالك التميمي، فإن قوات الاحتلال تستخدم عادة قنابل الغاز والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين، لكن هذه المرة لجأت إلى استخدام الرصاص الحي الذي أدى إلى كسور في يد ابنه وإصابة خطيرة في البطن. يعني امبارح كانوا بشكل مباشر على المتضامنين على المتظاهرين، يعني كانوا يتعمدوا أنهم يصيبوا. الإصابة كانت امبارح متعمدة 100%، لأن مالك كان في مسافة بعيدة عنهم، وكان حتى عنده ساتر من الجدار السلسلة، فيعني الإصابة أجت مباشرة. وإن كانت ناطقة باسم الجيش الإسرائيلي تحدثت عن إطلاق الجنود عيارات نارية في الهواء لتفريق المتظاهرين، فإنه يبدو أن الإصابات كانت مباشرة. منظمة بيت سالم تتهم الجيش بالتعمد في قتل الفلسطينيين أو إصابتهم في أماكن خطيرة، وأنه يستخدم وسائل القمع مثل قنابل الغاز كأداة للقتل. في هناك توجه باستخدام العنف في تفريق مظاهرات سلمية، وحذرت بيت سالم من هذا التوجه، وعشان هيك شفنا أنه سقط الشهيد مصطفى التميمي، وبالأمس أصيب الجريح مالك التميمي بإصابة كانت خطيرة. ويقول ناشطون إن إسرائيل طورت قنابل غاز معدنية تعرف بالصاروخ، وإذا ما أطلقت من مسافة قصيرة أو أصابت مناطق في الرأس أو البطن فستكون قاتلة. المظاهرات التي تخرج للتنديد بالجدار والاستيطان تكون في العادة ذات طابع سلمي، سمتها حمل الأعلام وترديد الشعارات، وأحيانا تصل إلى الرشق بالحجارة، لكن الجيش الإسرائيلي لا يتورع عن قمعها بكل الأساليب، ولو أدى ذلك إلى القتل. من أمام مستوطنة بيتي الأيسر البرغوثي، تلفزيون القدس. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.